أمر زائد على ما تقتضيه طبيعة الإنسان. قال فأقول إنهم يفرقون بمقتضى الطبع، أما بمقدار شبر فيحتاج إلى دليل، لأن القاعدة أن كل شيء ادعي فيه التقدير بالعد أو بالكيفية أو بالحجم فلا بد فيه من دليل، وإلا كان تحكما بلا دليل. لو أن طالب العلم اتخذ لنفسه دفترا يجمع فيه أمثال هذه القواعد، فكلما مرت به قاعدة قيدها وذكر موضعها والدليل أو المثال الذي سيقت لأجله، فإن ذلك يكون نافعا جدا، فإنه يحصل القاعدة بعد القاعدة، كما قال الشافعي ليونس: يا يونس إن العلم أودية فبأيها أخذت قطع بك قبل أن تبلغ نهايته، ولكن خذ الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فيأخذ طالب العلم اليوم مسألة، وفي الغد مسألة أخرى، وبعد غد مسألة ثالثة، فإذا مر عليه عام تحصل على بضع مئات من هذه المسائل، ويكون حينئذ مترقيا صعودا في تحصيل العلم. فهو يقول رحمه الله تعالى: